كنت أشرفت على المناظرة المعمارية كعضو في لجنة التحكيم بالنسبة لمشروع متحف كارتاج وإعادة تأهيل هضبة بيرسا. اليوم نقدم المشروع هذا في إطار عرض للصحفيين يتمثل في عرض كل المشاريع والمقترحات المشاريع اللي تم التوصل إليها في إطار المناظرة المعمارية اللي تم إنجازها على مستوى دولي، مناظرة دولية بإشراف الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين واليونسكو. صارت مسابقة عالمية شاركوا فيها 94 كانديدا. ال 94 هذوما جايين من أربع قارات وجايين من 31 بلاد. خمسة ont été sélectionnés au projet lauréat bien sûr اللي ربح اللي نجمو نشوفوه في الصالة الأخرى. فما قرابة 20 تونسي مهندس ولا مجموعة مهندسين توانسة شاركوا في المشروع هذا، وفي الخمسة الأولى فما أربعة توانسة، وبيان سور اللي ربح المسابقة هذه باش معي فاس أسوسيي مع أرشيتيك تونسي بور لا رياليزاسيون دو سو بروجي. التمويل من الاتحاد الأوروبي، الكلفة الجملية لكل التدخلات في موقع بيرسا والمتحف هي في حدود 12 مليون أورو، مخصص منها 6.5 مليون أورو لإنجاز الأشغال اللي نشوفوا فيها توا مقترحة من قبل المصممين هذم. الأجال متاع الإنجاز تم تحديدها على أساس الدراسات تنطلق في جويليا، في جويليا هذا دونك توا باش تنطلق الدراسات. يمكن نقولوا نبرمجوا تدشين المتحف من جديد وكل مكونات هضبة بيرسا اواخر 25 بدايه 26. بالنسبه لنا هذا تسمى نجاح لتونس على خاطر شاركوا برشا، ويلغفلات الغيونمون تاع كارتاج في العالم.